بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب بقول أفرتني السقالات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. حبابي هاي صلاة الجماعة فضلك أيلي هاي يود باتدا كشرتي وعيتك كو إمارية هدي لقد مروا صلاة الجماعة عذور دار الآن. أنت أنا عاشر كودا قرين لبم السلام برا رجلي إنما صلاة كوباد وعطسي والد أي هذا وأنت نسوس هذا برنامج وقب تي ويل بعد وحن وصل ما يرى ولا يبي هذا وحن وصل مركو حيد كعد سنة جاءنا ضد عيسان إلهي سبحانه وتعالى كربضة إنه كفيده ويل كو عافيه إلهي سبحانه وتعالى كربضة كفيده عام فيها دق دق والله ما فلنا الله سيو مسألة الله بعد كصاب سن درسية حالي وحن صوم الرأي حديث كي أبي ذر وحاكوش ري إن ونبي قدر دار أبو الذر إنه أطيعه ومقله تلس كي أمام ملكه وإن كان عبدا مجدع الأطراف وإن كان مجدع عبدا مجدع الأطراف كان خصوصا مري مثل هذا مركة إمام النووي قبطي شرحه أنه نعم برارتشواها في مركة سيد اللوغي هاي إشكال باكتشره وحوي سيد اللوغي هاي نينك ونقونا يا مسلمين تم بدحوينها خليف كان نقونا يا أما إمام كان نقونا يا وحا شرطي إنه يهاي قف مسلمة أو لبأة كدبن حرأة سليم الأطراف والحواس وبد قبل لحد اللحات قبه وحو البوردا وعيا هوشي لو إقمضينا كبد قبل إنه يهاي شرطي شرطي مركل إسكوج معي إنه حر يأها يدمو دائنو كهر من أيوه لفظك وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف علماء مركا إني كجوابان إشكال كاسي إسكود ديان لبا جواب بشيغي نووي جواب تكوبات وحولي هاي وحلو شرطي إنو يهي حر وسليم الأطراف ونعب أدون أهين أما قرشي أوا مركو إمامكو هاي إمام لدورن هي بالاختيار والتنصيب هدو يا إمام متغلب ومد حوكو قبصدي أفقم من اللي تركو قبصدي كرسي رئاسة هدا مركاسي دي قنبا بدبادين ناي ما أدون باطي ما حر باطي في رمين وحديعي كتمعنا والنبي قوتشي هدو متغلبين تدنبي إلا وقد بقولي وحان نقضي أدون ما أهان جريبا مدحويان نقضي مصر وكل ممالك توتقرنيس هل كاس قاب كاس على قف السي وحكى له دعي كرتبين لقى وضو أدونك حلالك هو سء قاد قدومية دقمة إيو حافظ ما ملك يد إيو وحنا عاسة يعني أهين رئاسة الإمام العظمى بالقى وضا جوابته دنبا صحة جوابته دنبا صحة جوابته دنبا صح وحديثك وافق سن وآه اسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف إمامك أبو ذر باقف سري والنووي تاسك أصبح ضي رواية حديثك أولي هاي ومن حديث عند أحمد وغيره وحكوي من أبو ذر مركو سيدنا عثمان أي اسكو أفقرتين ومدينة كبحه وربدت دقو ما نقول رسي ربد أبو ذر أود تقي يا مسجد كتولد أيو صوق علي صلاة كنت الجماعة اللي تكتت بولي جماعة بإمامك وضوى الضون من موالي عثمان بن عفانة مشاهدك وحا إمام كاء نين سيدنا عثمان واقد أبو حرند لكن مركا موالدي ساء أدون أدوميزة كتشرة يا بكاء مسجد كي إمام كاء صاد أبو دروس وقليبة وحال لي أبو دربا يمد تقدم قال أنه تجي ما مؤمنتي يذكر أن مع الإمام كي أظن كحوري تقدم حديث كانوا مركز شيعي بلان عن كقاضي ورسول حبيب كيجي هنا أنكم مقلون كقدم كذا لازم أن تجبر إمام مدي طاعدي سمعي وحوق لأبو ذر حتى إمامة الصلاة
إمامة الصلاة يوحي لها المال هولها يركي أضمه قبان كران حتى هاوينكو أي كتالين كران يرير كانو كحن بارين أما الرئاسة يطلس كي قوينا شغل كمالها جواب تاسوا جواب صحة صحيح وانو كحن بارين وحاسة كفي عن إلا إذا هذو قضية شرطية وي قاعدة يقانين أصولين تي مناطقه أيا كوان أكسن مركات كوهل وحلوها القبصنة يا غاية لقها الله يو لما إيوه غاية داينا دعضي إنكالي وحدي والله أنا وركا كايل إني حتى هادو أبه ما أنت مش تستاهل أبه أنا صدنا سنة كور بقل في وإلا في زود حليستين القضية الشرطية اللي إذا لا تستلزم الوقوع بل لا تستلزم جواز الوقوع مستحيل يمحال بين قنكرتا القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع شرط يقول مركز الشيء اللي قحر شرط قال إنه دعي أما ودعي كرم من قضية ضاي شرط قال مكة إنه بل مستحيل يممتنع بين قنكرتا نبي الله عيسى مركز إذا يا ربي إذا يمحيلي أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين اثنين محاك الدنبي إن كنت قلته فقد علمته نبي عيسى ما ردهن إلهين موقعين ودهي وقضية الشرطية أون أن دعي كرين ومستحيل إنه نبي عيسى إذا اتخذون وأمي إلهين ما دعي كرتا أبدا إنه النبي قال أسوه هو شيء إذا هدنا إلهي مخاطك شذو بين مخاطك شذو ما دعي كرتا ما دعي كرتا ومستحيل القضية الشرطية اللي هذا لا تستلزم الوقوع بل ولا جواز الوقوع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قضية شرطية وحيك أنت كلية إن شرطك إيا جزها وحيوية قانان نحاضه مناطقنا أي دهتان مقدم كي التالية أي إسلازمان بالغ الربا إن إسلازمان في الصدق والكذب أو في الصدق والارتفاع إسلازمان لكن إن دعان واقعي مادان أو شيء لطابت أو نقض شرط ما بل مستحيل بل سكحر كرا مستحيل شيء أنترين بل وحر كرا إن شرط إلا قادق شيء ممتنع أي دعي كرتا إلا يمحور يقول إن كان للرحمن ولد هي موحد دعي كرا مركع القضية الشرطية يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صورة قلما لك هو محيوى التعليق بالمستحيل بل إلى هذا والمحالات مركع القضية الشرطية ولو كان عبدا حبشيا وقضية شرطية نبي وحور ربا كلية إنو أتكيه ومدكر دعيه إنا يمقلان تلس كوذي أمرده ذي مامل كوذا كامر قاتا إيه ومبح هاي مسألة ده الدون من غنكرا ماذا حوينا مسلمتم من غنكرا تاوى قضية ممتنعة شرعا لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا يكون الإمام إلا حرا إذا مركا إن هذا القضية الشرطية باب كذب مريسو وتكون نبض قشاب التأويلات ككلي يا إن هذا كفر سير تسيد وصحابه حد صاحب الحديث هو كحم باري بكون أكسن إن متغلب يهولها هلك على هذا وذات كنا إن الدعي سنبان في الهيا سوسيدا ما باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وحباب هاي صلاة الجماعة فضل إليه هاي إن العديو إيو جماعة ولا قرصدة أما اللي بقد دمروا لبك أي ليلة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري قال حول قرأت على مالك ابن أنس أبي عبد الله عن ابن شهاب الزوري عن سعيد بن المصيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حول صبنه صلاة الجماعة صلاة كولا كأي من نمد اللي قلت كذا أفضل وحكا خير بضانتا من صلاة أحدكم متكين صلاة سوحدة وكلقي أوتو كذي بخمسة وعشرين جزءا بخمسة وعشرين جزءا لباتن يشن قبل بيدير تاي لباتن يشن جزء بيكفض لبضانتا صلاة جماعة كتو كتي يا صلاة كلقي أتو كتو حكا لفض بدايهين لباتن يو شن درجو وإيمان دونتا بخمسة وعشرين جزءا باني إيدي بعض النصب وحي قريا بخمس
بخمس وعشرين جزءا سيدنا هذا بخمس تبانا في عن شيء قال ترن هيو هدو يهي اللب ترى ذا ندق بالغا دقا ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحدهم مذكرة ابن مالك يعني لقب الله يعني كو إلى طبعا لقى جاريو شيء قال ترنا سهدو اللبية هاي ترى ذا عدد معدود سوما جرا عدد كهدو معدود كهدو اللبية هاي ترى ذا واحد كده جيسا ندق بتاوتاني ذي وحلها الملاد قلنيس هدو شيء قال ترنا هاي ندق يهينا ترى ذا اللبين يسا ثلاثة بالتاء صدح لقب الله ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة ابن مالك وركس نسابا في لي لب ملعب مركب بخمس وعشرين جزءا هدي اللي يلا حقوق حكجرة خلاف يعني خطأ لغوي حكجرة لأنه جزء قوى محي من حيث اللفظ هو مذكر خمس إنه مذكر صح ما مركب إلا إذا هذا بخمسة وعشرين جزءا مركز معناها سميش كجرة ونو تلمامي إمام كوصب كو تلمامي هذا خطأ لغوي كجرة ولي هاي ساس أنا لغة وافق سن لكن معنى وجد معناها إذن شيء قوي معدود كي عدد كين لصفيريو حق تذكير كي تأنيت كالغب الله بصدع إلى طبعا حدثنا أبوكم نبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن معمر ابن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع تفضل وحيكفض بدن صلاة في الجميع صلاة وذا تشير لقلت كذي جماعية لدنيا هاي على صلاة الرجل وحده ننقل صلاة وكل قلت كذي خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة استنزل مارد درجة هذا وام حي ومؤنث معدود كبا مؤنثة ترى ذي مركم حلقة دقي خمسا تادي بالك قوي تادي بالك قوي لباتني شن درجة إذا جزء كل صور شيء قوي ودرجة مركها عدي مرك الأيتي ما دروايات كقاركود بخمس وعشرين جزءا حالنا معناها أي الله من الحسن أيها معناها الله من الحسن جزء وام حي وفي معنى الدرجة جزء مرك إنه يهي مؤنث من حيث المعنى أيها مرك كم مقنع إذن عددك وحنك تقول إنه تأذي معناها سنو الله وحن باري كراه ومعقول مرك أدو كتابك خطأ بها كجرا ديدنا خطأ يعني الرواد إن لدي أدو خطأ بها قليل أدو حقوق أجمل سواخر سنة أزواشو كاي لي من مكة تأويل كان الغور فرهية قال وحوري نبيه وتجتمع ملائكة الليل ملائكة هبينك أقول مي وملائكة النهار ملائكة مالك الشقين يسي في صلاة الفجر وإنه صومر صلاة الفجر بيقول ميان وهذا من فضائله فضائل السلوات وي قال أبو روحوري اقرأ وإن شئتم أخريها ضاد دونتان حديث كان مخرهتك يسي مصداق يسكى أخري كتابك ربك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كان مشهودا يجتمع تجتمع ملائكة له ملائكة النار وحور ربائين وكفسروا شهود كيكا قيب قليد لقى قيب قليد حتى ملائك بكجرته أيها كجرته وحدثنا أبو بكر محمد إسحاق الصاغاني حدثنا أبو اليمان أخبرنا أبو اليمان الحكم النافع حكم النافع وذكرنا إنسان أخبرني شعيب بن حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة سعيد المصيب هذا ثم رئيسين يا أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري سمعت النبي نبي قال مغلي صلى الله عليه وسلم يقول أسقولي فذكر وحوري شيغي بمثل حديث عبد الله عن معمر بن شيغي إلا أنه قال وحوري لي بخمس وعشرين جزءا بخمس وعشرين جزء وحيدير تاي صلاة جماعة مد قول اللوت كذي كلي لباتن يشن قبل بيكفض البدن تاي مركب محور ربا نك هذا زهري متابعين يواي نك متابعين يعفوا زهري حديثك كقاضني وشعيب لكن هو متابعة قاصرة شعيب معمر باكلهم عن الزهري آيت هذا مركب فذكر بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر ساس الرعي وحور ربعين كدرينسيوم طبعاً يتابعوا قاصرة طيب
haddii markuu u jeedo ninka warkaa sheegay waxaa weeye ninka la yidhaahdo Shucayb wuxuu mutaabiciyey uu ka wado Cabdulla Cala Macmar ma sheegeen. Hadduu ka wado ninka dambe wuxuu raacay Macmarna Cabdulla Cala ma sheegeen. Wuxuu hadda usoo qaaday wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo Shucayb can Zuhri, Shucayb can Zuhri, Shucayb wuxuu sheegay bimithli xadiidi Cabdulla Cala can Macmarin can Zuhri, can Macmarin can Zuhri. Marka hadda Shucayb baad mudan inuu mutaabacaynayo, Shucayb wuxuu mutaabacaynayaa Cabdulla Cala mutaabacatan qaasira, wuxuu kaloo mutaabacaynayaa Macmar mutaabacatan taamatan. Meeshu marka rabana waxa weeye inuu ku tiraahdo lafdiga Cabdulla Cala uu soo sheegay Assami can Macmar oo kale ayuu Shucayb ka wariyey can Zuhri. Intaasuu imaamku hadda rabaa raxmatullahi tacaala calayh. مركا ب 25 جزءا نوركي هذا ان سوشن نوكلا كجرا ب 25 جزءا وحال بينه نقطه ب 25 جزءا حقه وحالنا مركا حلقا يبا ان اوسفيري معناها او جزء يهي درجه وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي حدثنا افلح بن حميد الانصاري عن ابي بكر ابن محمد اسمه كنيته اسمه نك يا الله يجازاه أبو بكر محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري عن سلمان الأغر الجهني أبو عبد الله المدني وأرضي خاص وأبو هريرة هذا حديثه وقعد أن تروه إن بدنا الله السعودي قال وحول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة ودرت اللي قلت كذا يود شرك اللي قلت كذا تعدل وحيودك أنت حق فضلك 25 لواتن يشن ومن صلاة الفذي كم إذا صلاة تقول اللي قلت كذا الفذي أي الفردي لواتن يشن صلاة نين كل جي قلت كذا الأجر تايو هل كذا الصلاة الجماعة قلت كذا نين كل جي قلت كذا لواتن يشن تي صلاة بالأكت يعني هول سهلا ما نين كذا خير دونية. وحدثني هارون عبد الله الحمال هارون عبد الله بن مروان البغدادي ومحمد حاتم بن ميمون البغدادي قال وحين لبدا وداد حدثنا الحجاج بن محمد الاعور المسيسي استوى بغدادي قال محمد حجاج وحويلي قال ابن جريج وان زمر انه من اثبت الناس في ابن جريج قال ابن جريج وحويلي اخبرني عمر بن عطاء ابن ابي الخوار العامر المكي بائي والرمي انه عمر بن عطاء بين هو جالس حل لفديي مع نافع بن جبير بن مطعم العدوي إذ مر بهم وحاصوم مري وذلك عمر بن عطاء أيا وحول لفردي نافع من جبير من مطعم العدوي كذب وحاصوم مري وذلك هذا ثومري سنة سلمان الأغر تلميذ أبي هريرة أبي عبد الله المدني الجهني مولاهم باصوم مري إذ مر بهم أبو عبد الله أبو عبد الله نواه سلمان الأغر وهذا ثومري سنة نين عصم معها لكن محلوق قدري ختن زيد بن الزبان أبو عبد الله المدني وسلمان الأغر وتلميذ أبي هريرة وختن زيد بن الزبان، زيد بن الزبان سيدي وي ختن هو سيدي أما ماشي أنا وأنكرها أنا صدق أوكالي عرفت أن يكل بدلنا هاي قبرنا هذا ننك قبه ختني بعد كوية ختني بالأورن هي ولاش أن ننك قبنا وحال أورن هي ختني ختم بالليلة ذا ولا عشان انك واخذت عند العرب قبر هذا انك قبرنا محكوية هذه خطا عند العرب انه لكن دماشي وحمكر نقانا وحي الدمر انا دماشي وانا حق اصلا مرينا لكن ما كان رجع سوف فيرين انه قبر هذا انك قبر صدق بضو طاي اصلا هو صدق قايب ورانا اياه ولا عشان انك قبرنا واسيدقا وانك لدوينا طيب مولى الجهنيين مولى الجهنيين زبان وما نقول حول أبانا يا أبي عبد الله أبي عبد الله مركو يدي سبا الله الشيخي مر مقعي سبا الله الشيخي مر ننكو حيد كاهايان با الله الشيخي مر نوح الله الشيخي قوليهم مولى هو أها وانك سوني سلمان الأغر أبي عبد الله الجهني مولاه مولى الجهنيين ووصف الله أبانا يا لأبي عبد الله وسلمان الأغر أما مدو الله أبانا يا زيد بن الزبان فدعاه نافع فدعا نافع نافع بأويله هو أبا عبد الله أبا عبد الله فدعاه ضميرك وحده علم ليس أبا عبد الله بأويله وحاول نافع بن جبير
هوش مسلم كربنا وحاول إنه ينوعد إيوه نافع ابن جبير ابن مطعم إنه متابعين إيوه أبو عبد الله المدني سنان أغر متابعين إيوه. فقال النافع وحيدي سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام صلاة لدتك إمام كمسجدك يا أفضل كفضل بدن من 25 صلاة لباتن يشن صلاة بكفضل بدن تهايو يصليها الرجل وحده وأنك كلي أتكني صلاة كلي أتكتي إيو صلاة عن جماعة إمام كلتك وحيش ديريه لباتن يشن صلاة وحيش كده ما هذا دون كان يربى لتشوغ يا عمرك واس كم محدود معلمون واترسين وحال منطور مرسطن بآخر كويل حدثنا يحيى بن يحيى آخر لسما قرامه أدونك قاران كتيرا آخر هو أنه والبي وحيسا طيب هذا السؤال لي باب الشفاعة سوها ينوضن بي قال وحور إمامك قرأت على مالك عن نافع عن عمر هذا وحور ربا متابعة صدحات قرآن وحان قصة بحان حديث سعيد المصيب عن أبي هريرة وحان صومر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وحان مرة إن حديث أبي عبد الله الجهني عن أبي هريرة نافع بن جبير عن أبي هريرة هنا نافع بائمان إياه يهولي عن ابن عمر يوكينا يا مركة وشاهد باللابي شواهد أيها هذا باللابي أن عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري صلاة الجماعة صلاة اللوت كذا جماعة يود تركي وضرت أفضل من صلاة الفذ صلاة واحد كوحي كفض بضن طيب 27 درجة لباطن يتضب الدرجة دير تاي وحدثنا زوي بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاوي عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري قال وحجري أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة نينكو صلاة الجماعة كنت كذي تزيد وحي حق أجر كدير تاي على صلاة وحدة صلاة وكل جيت كذي 27 درجة هذا إن سومرين لباطن يتضب درجة دير تاي هرانا وحي نسومر لباطن يشن درجة نسومر إذن قاف كل الله جمعينها يا ويلة هل صلاة النبي وكهل عليه الصلاة والسلام وحور صلاة كل جيت كذي يمد الجماعة كنت كتي وحيسدير يهين لباتنيو شن درجة وحيسدير يهين لباتنيو تدبد درجة والله قوضو لباتنيو تدبد صلاضات بيسدير يهين أما لباتنيو شن صلاضات ودك ميسدير يهين إذن لباتنيو شن إيه لباتنيو تدبد واسده نوال بمبال بقود في معنى علمنا شيئا وقف عن وعوي وبحسب حال الرجل صلاضات ويسق من هي آدابتي هي أخلاق دي صلاة هي مسادك آدابتي سي هي خشوع دي هي طمانة أدكتو كتاي وحي تقي سلواتنا يتضبط درج صلاة دو قلب قلب جماعة سكي قدتو كتاينا لواتنا شن درجة يتقي سا لواشن شن تدرجو هي لواتنا يتضبطو كل وحي كحران تهاي حالات دادو صلوها بيسان تهاي مدى أدو عجزنا هم سنة يأفكر القاضي هيو قاعد تف كبوه هي أتكوت كت جماعنا وحاول لو أتني شن بيتجزا مدى أدو قلبي أدو حاضر يا إلهي مراقبين يخشوا عسن أتكتنا لو أتني تطبي تجزا بل ويكبر نيسا وهذا هل كاس يكون فسرين وأنا معنا واقع يا نبي ونقول شيء جاي وعدي صلاته إن يكون كلف بدنيهين خشوع ذا يا أدابته يويسد سادو هكا جيسو يسادو استورنتهي يا قلبي غادي نيادا دي اخلاص كاد نبي ما لبدن بو كشرحي ومعنى معقوله وحي كل ودادو كفسرين واسد مسجد كو كلا جماعه بدنيا مسجد جماعه سو بدن تايب كنتو كتي كدبنا وكلا جماعه بدنيا أما وحالته كتي قولي أن بركي سنين أو فسقي إسكاك بضان أو عامة إسكاك بضان أو قروفي إسكاك بضان أو مركي الركوع عام بكالة شيح وموقان هاي أو إيه صلاة شمق وذا دائت كان هاي أنبالته كتي إسكو أجر ما إن الفاندين مرم بلك كل با حالة صلاة إيه بوحكو قيمي سنين وذا دائت معناه صحيحة ويقرع سن
الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه مركو أوجود الشيء يعني لو جمعين لها لباتن يتضبط يشان إلا باتن كلو جمعين لها أيوه الشيء مثله حورة وحكروا لي عكرت إن مفهوم عددكم أصلا معتبر باهين بقى ومفهوم العدد باطل عند الجمهور الأصوليين بوري هو شوى خطأ من حيث الأصول إمامك هو سهوي طيب عند كثير من الله يدور ربو إمامك لكن الصواب مفهوم العدد هو معتبر وأنا حجة عند جمهور الأصوليين مفهوم العدد وحجة معتبرة عند جمهور الأصوليين هو شاء إسكي إلى ليها كو خلط منها طيب مفهوم العدد محل قوضة وتعليق الحكم بعدد مخصوص ترقون تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد طيب هذا كله نين كان وحاسي سلباتن دينار سي بقول سي معنى دوام حي بقول وحكا بدا نمسين كرتيد وحكير نمسين كرتيد وتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد سواء كان زائدا أو ناقصا لقمنا كردين كرو لقمنا يرين كرو هذا هو مفهوم العدد مفهوم المخالفة وياد الله سعده مركي إمامك أنت أمركم ملاحظين أول مفهوم العدد هو باطل عند جمهور الأصوليين أدور عند كثير صحوي وحنفية إن إمام بابا نهو شاقبين وذا دحت شافعية لكن جمهور الأصوليين ومفهوم العدد وحجة عند مالك وأحمد والشافعي وجمهور الأصوليين مركز صواب كالي تخصيص مركز صواب كالي ليه إن شيئاً شيئاً لوقوني يولو أما فضلاً لوقوني يولو شيئاً هدو صواب كالي ليه وعدد صواب كالي أكوي من مركز أمبان لاعتبارين مركز أصولي لما هو اعتباريام جمهور لما أرني إذا كان للتخصيص سبب آخر فلا يعتبر المعدد والمفهوم ومركب مثلا شارع وكوض تكثير وكله تكثير أو شيء نبض شو بتكوض ومجد عدك إذا لم يكن العدد مقصودا فلا عبرة له حاتري هبلو كن شربان كصوع التلفون كي قبل ما يصير حقيقة توام محمد كجر ما نوعين حكوض ذاكلية إن أفضل سو أنت كراد وعظي إن بضمك وعم بتكودا إذا كان العدد صوب آخر فمفهوم العدد وام حي وغير معتبر ومشي علماء إلى هذين آيات كفر إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن سبعين مرة ما أهم مقصود عند جمهور العلماء فلن يغفر الله لهم حلا قوضا سوى البعض دم بدأ أقوى ديزه لما يلي ولو مئات الملايين هجروا مركا ترى ذا مكان للشيء قد تكوّد إن هذا هو شيء كرديسو أو أض إم بدن فعل ككعبرتو مركا الله ما اعتباره لكن هذو عددكم مقصود يا هاي ترى ذو مفهوم كاسوا معتبر عند جمهور الأصولي مركا هذا حكوفا إنه يا ذو كوف حمباروي إذا هذو العدد هنا ليس مقصودا وإنما نبي حور ربا تكثير فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ انت سأقوم في الآن لي وشدده النبي قويلي لواطن يشن إيا لواطن يتضبو حكودا وحيدا قرين أو فضل يتراء بي صلاة جماعة ودير تي صلاة قون اللوت كذو والعدد هنا ليس مقصودا فمفهومه غير معتبر مين نسبة نوحا نشد لكن اترى مفهوم العدد هو غير حجة غير معتبر عند الجمهور وخطأ أصولي أنت أسكوا قال بحق الله أسك خير وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير محمد قال مسلم حوري مر لبعض وحدثنا ابن نمير محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ندوى عبد الله بن نمير الهمداني قال وحدا لبدا وذات وكوضه قال يكوضه أبو أسامة إيوه ابن نمير كوروا عبد الله ابن نمير كوريا محمد كوري خطأ وعبد الله حدثنا أبو أسامة وابن نمير عبد الله هو ووالد كأه عبد الله النمير الهمداني قال أمرك حين نقول إساء أبو أسامة إيوه يا عبد الله بن نمير
حدثنا عبيد الله بن عمر العمري او حي متابعينها يحمي سعيد القطان وتصومرتين بمتابعينها بهذا الاسناد سنه كان صق هذا المريسين عن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير وحيري عن ابيه محمد نمير مك وحدك قادني عن ابيه عبد الله وحيري بدعا وعشرين لباطن يدور بيدير تاي وقال أبو بكر بن أبي شيبة في رواية سوق حويري 27 درجة تضبير لباتن درجة ديرتهاي وحدثناه وحدثك النوت تبيه وحدثناه وحدثنيه أدوك الله مسلم حديثك أجده مركة ضميرك حديثك أدوك ليس طيب وحدثناه وحاكل وحدثك النوت تبيه إن رافع محمد رافع القشيري أخبرنا ابن فديك ابن أبي فديك محمد إسماعيل ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك ابن عثمان الأسدي عن نافع هذا مك الضحاك ومتابعين إياه عبيد الله طيب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري بضعا وعشرين لواتني الدور وحدثني وحاكوا حديثك يتبي عمرو الناقد عمرو محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد أبي الزناد نواكما عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز من أصح الأسناد ماشي لورنجري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا رسولك إلهي أنت وحك قبحي ترجمة بابك الله بقي يبقى كوبنا بابك باب فضل صلاة الجماعة وسور دمي باب فضل صلاة الجماعة وسور دمي وحديث هذا المرة يسعد لك أبي هريرة ضرقة بدنا إياك ابن عمر بكل مية صلاة جماعة إنه كفض بدن طاي مدة فقون اللوت كود الله باطن يتضبط درجة محاها راي والتشديد في التخلف عن الجماعة خطرت أيلاد هاي إن جماعة اللي قد يبدعه يهد إمامك باللابة إياه مسلم هوش يسوى هول ترتيب سوي والترجمة إيا أبواب إيا التقرير مدح سيكجر أحاديثا أسيد دين إيمال وسكوك قرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقد وحوى الناس بواي في بعض الصلوات صلاتها بركو صلاة عشاء أهيد صلاة عشاء أهيد صلاتها بركود أي النبي بواي رجع قاركي حديث كحديث آيات لبدون وأسأل كيسي عن قصة كوي من أينو دبو تلمان والرواية كيسة قيبة كم عدي خارج صحيحين نبي عليه الصلاة والسلام هبينها كمدة يصلى عشاها يمسك كالسوق علي مركز واركي جماعة ادوير حل يقول حل لما غنان كربانا هاي نبي يقول مبب سنين وبسلي صلاة عشاها والركادي دب ودي حل نو البوضل وإيمان كري هاي مساعدك إبرنا واركي حور أبو هريرة غضب غضبا لم أرى منه لم أرى أشد منه بور هبين كان نبي وحو عروضي أرى أنا ولدي النبي أرقى صوغ سيدا وعروضي هبين كاسو نبي وحالي حديث كانوا كوهالي واقع حديثك حديثك ورواية صحاكو يميد إنو النبي صلى الله عليه وسلم رق مسجد كلا الدرس أه مسجد الدرس كيساء مسجد كواد إمام ويدي درس نوالاتها وقضب كالي صلاة وصلاة عشو منافقين تكو أذك وهول صدحات حو النبي كد رايضنا ليست بهم علة علانا عدر دارنا مالها عدر دار مليهين مسك دارس كي سيباتاي صلاة وصلاة انت صوتا باش كد رمضتين نبي حولي مركة نمان كاسوحان هميو انبضان كفكي راي انا بان انتان صلاة الله أقيمه ونقودات ده هدلك سيتو جي ونقولات لنا يروب بركيسان كحيستو أن قريها كوكبه حديث كمرك حديث علوس ويسبع ودقيست فقد ناسا بواي في بعض الصلوات ضد كاس نسيت الصواب كان منافقين بياي منافقين بياي لأنه معنون النبي وشيء يدونه رجع صحابة يا أهل الصدق يا كم الصورة قالوا ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه معنى يخصصه فقال الصبح لقد هممت وحان همي وحان ضوني أن آمر إن أنفره رجلا يصلي بالناس إن أن نمغ عاب أمد صلاة الجماعة سيتجيه
ثم انت قدب وخالفة أن أوي دارتن أضم مرادتك إلى أن تكون يسوع سعدان وأن أضم مره إلى رجال رق يتخلفون كدب مري عنها عن الجماعة فآمر بهم أنفره إلا قبه طيب فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم فيحرقوا أي قبان عليهم على الرجال بحزم الحطب حطب حقلو قرية أما حابعة بيوتهم قرية هذا وإذا دو حققاتين يجوز التعزير بالعقوبة المالية حديثك قرية وهانتي مهمة بنادم وحور هذين يقولوا بأقوم مهم سن إحكى لو إسكفا كهيسي مضاد برأي بوصة شيء مل هو يدعى هو يهضاها شو إحكى لو إسكفا ما يستروي طيب ومرك مقال اللي تشوقه مرك مي اللي تشوقه هوش أساسي قوى عنتدي الرشين كعلاش أبوي صدرت المي وحيد عن عول دركته ما ليس حتى ما هو يدو قاعدة وقع ما مي وخص يسوي ما قال لكن هل الدين لجوجو ما الله سحره كوكو دارن ما طيب يسمى طيب وإلى الله سكو قصير فيحرق عليهم التعزير بالعقوبة المالية لقاقاتي ومنسوخ يميه ومحكم نوال سكو هيا فيحرق أي قبان رقي أنك حيثي حبث سؤروري عليهم على المتخلفين بحزم الحطب حزم كوا جمع حزمة وأنا حقشة لقو قادة قرية بدقر نيسان هلك إلى هلك أسوي كوا حصاب حلو قاضي بيوتهم قريو ذا أنك قبا ولو عالما هدو أغان لها أحدهم متكو رقن صلاة جماعة كهر يعشان إمنين هدو أغان لها أنه يجد أنه كهل يمسدك عظما صمينا لف حقوه لبسارية لف بورا عظما صمينا لشهدها جماعة النبي إيمان لها بور هذا هو رقم المنافقين تا فضلك صلاة جماعة يقول إيمان كرو كري كرا صحابة الصادقين تو يقول تقيم مهيان لف لف هيلي بالله يعني ضدك الدنيا ده قال قدنا إياه وحا خيرك يا عماشة يا طاعاتك يا قرباتك اللي كفض إلى الدنيا ده ومنافقين تا أما روح رغن منافق له مرك إنه كسو تقنو هوله إنه إسكد إنه حلقة ما كان لفيريو آخرية هوله إذا يسحابضه صادقين تكفض دي جرين وحلبوا الدنيا شيروا أجر إنه رافو وحيكش على إني الدنيا ده رافته أجر كان أي هلال مرك ولو علم أحدهم أحد المتخلفين عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء أنه يجد عظما صمينا لشهدها يعني نبقى حكوة لشهدها ضمير كذا لشهدها يعني صلاة العشاء صلاة العشاء إذن وحاوي قلها يري مركة حديثك حكاها الله يوام منافقين إيماء مسلمين الصادقين تيد قرينة دليشانية وأنا قد أقولها ويجوز استنباط معنى من النص يخصصه رواية حميد بن كعدي لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء لقد هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء وحنض أهمية إن أقيمه أن سكوها بصلاة العشاء كدمنا أن من كاسكسو الشقي حدثنا من أن ضمن هرت وذاتي قابك يقول قال من حديثك وين قال الدونا وحدثنا من نمير بن نور محمد وين كان هذا حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أعمى سليمان بن مهران ح وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لهما لفظ قال لبدا شيخ با إسكله ابن نمير ملها قال وحيد هذا لبدا وذات هذا قدم بي أبو بكر يا أبو كريب حدثنا أبو معاوية محمد خازم الضرير عن الأعمش أثبت الناس في الأعمش بالله هذا عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام متابعون مرة حديثك أبي هريرة هذا وحين مرة إن أعرج عن أبي هريرة هذا وحين وحي أبو صالح عن أبي هريرة لابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة صلاة مدى أوغو علوس على المنافقين هو منافقين الدين تا أين ربك أهين أورك قال لدعا أفكان إسلام كم موجستا صلاة العشاء صلاة عشاء هو يو صلاة الفجر صلاة الصبح إذن
قرينا الله بعد نقدر نحبه يدين قوليه لها حديث منافقين بكه الله يا قوليه صلاة إمام وعي النبي عشاء إمام وعي النبي ولوان سوق بها يا إيه نمان كي صلاة كل عصليد إسكون نمان كدك إسكون نمان ويو وحاتر المنافقين بكه الله يا ساسي ودادي هذا نو كمد يا جماعة لما لها هول قدر ما إيمان دون تهدي هول تقول كزنوي وأتكان دونا وأتكان دونا هول كذا بس وصعته ولو يعلمون هدي أغان لهاين ما فيهما لبدا صلاة وضوح كجر فضي أجرا لآتوهما لبدا صلاة وكقيب قل جماعة دودا ولو حبوا قرقورت با الله كدق أما ولو حبت حمارت با الله كدق حمار جدو يا قرقورت كوكل الدوان ياي قرقورت كوانا تلبه يا قعمها كسق دو حمارت كوانا حبت كسق دو صلاة الله ما كلا يقان حبت بل قصو عون عيسى انتو سيلمي ولي قارين وقرقورت حمارت قرقورت كلمة كيف الرئي حمار شدا هو الرئيس قرقورت كمرك ومرك استجاب وصوبه لا توما حب ومرك عند العرب وقرقورت كينا وذا داكو فصرة حب هو حمار شدي حمار شدو الزحف بالليل هذا لكن حب ومك جلبها يقعمها كسعوت أما شو قطن بيشاد نرجع وتبرتي سؤال دكتور طيب ولقد هم يعني أجدك كتير هذا يقال لها ين صلاة جب أهم بما يسن كهر وحك الصور دعابة كل يسوق الكرتة ولقد هممت وحان دوني أن هم يان أمر بالصلاة صلاة إن أنفر إن لا أقيمه وفتقام لا أقيمه ثم أمر رجلا إن أنفر إمام أن كده وفي يصلي بالناس أم بدو تجيه أنت أمر كان صلاة يسكو هلا تجيه محاد من إن عصاد لقصو شقين ثم أنطلق أن لا تقوم معي أنا قل جرين كيجا برجال رج معهم ستة حزم حقل ومن حطب حابة إلى قوم قلنا أن لا أذو اللي هو بالقاضن هياي لا يشهدون الصلاة هذا شأن إيمانين نبي الله محد قصمين فأحرق عليهم بيوتهم بالنار انقريه ضبك جبوا ضبق بدسي ضبق بدسي فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وحدثنا محمد رافع أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني حدثنا معم بن راشد أبو عروة اليماني عن همام بن منبه الصنعاني قال وحوري هذا ما حدثنا أبو هريرة صحيفة ديس صحيفة همام بلغ دواعان هذا ما حدثنا أبو هريرة قد أكثر منها مسلم أدب مسلم وقور يا صحيفة همام ومن أصح الصحائف طيب والصحف هذا ما حدثنا أبو هريرة أبو هريرة حديث النووي روي عن رسول الله قد تبيي فذكر وحوش شيخ همام أحاديثا منها أحاديث فربضن بوشيخ منها وحكمتها وقال وحول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت صاصا لو بدني الله شيخ وفذكر ذاكر كان لقد يقول همام مركز في رسقاب كله اختصارين ذاكركم حقوق ولاقي هاي أبو هريرة طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لقد هممت وحان دوني ان امر ان انفر فتياني دلنيرديد هولها هلقنك يرق بودده ايو ان لعقاب المجرمين دلنيرا كفيعان نبي دلنيرا لا تغيبور دقي ميشن وحا وجل العلس هول اسكو يمد مي كوغو سو غادهايا جيل مكل دعان رق دلنيرو با دحين جيرتي جل العلس تو ميل لو دغالمي او داو عيال رق لو غلو غورتي يمادان هدايبا سو ديريان وي لقد هممت نبي وحي الرومي الراعي وقال لنا يرى آية دقيدة وأخوي يرى آية أحد الصحابة وحيدي صحابة النبي محمد بن فري يوم بدر ويوم أحد ننعر لكم ما أركبر إلا أبا بكر يدور نمويين لن يرى دينك وقر قادي طيب أفكار تأيي حتى مبادئ كفر أنا وحقات وارد لن يرى دونك الركتة خير كي وانا قوح أور سيدنا وارد لن يرى محايا إلي dalin yaradu waxa way wax walba waxay jecel yihiin haday fahmaan inay ku dhaqaaqaan waxa warka Soomaali waxa dhana dalin intu geed ka boodahe yu tala ka booda waxa kala caamil kala caawiyo ah maskaxoodu wali mar ruujima ma noqon maskaxis waa iska fresh yaani awaaq ma jirto uu ku dhageysanayaa sheeg hadduu ku qanc horu ka qaadanay aabi hooyadu fudis gelinaya لأنه وح وح كلو إلى شذا مجرو مقع ما إلى شنايو كرسك ما دقى الله مايو إنه نقضوا ك
كاب قبيل مر مراق معها سلطاني واس نمكم ضد قال لهم يو ضد كان وين الدقيدة وحيابن بقول الله بن واس نمكوا على القبا أضي نمكوا على القبا كرسي مكوا على القبا أضو أمين كان أضي هيرد الله كجود ميانية أرد هي أدراعي كرتا وحيابن بقول صادرت الرمل جوا حلقة شيء نجد هذين نيوين ما وضع إسلامه هذا كورن وايدين شيء نيوين إيه ما وضع إسلام حكى وضع رواسب يروج ما كنت تنين كوضع جاين تبطن إنه دربك ورجع وح والله بق سديت سنة كوس ورق مي أما تضبط سنة أما كنت سنة أوسوها ينتك ورجع وبقول كيف سديت ورجع يكون على قطع نين كلا ير لكن وحوله يعني جوا حن مصحية ها وكل دقائق هذا خير دنيا هذا حمان دنيا هنا منفعة الدنيا وكاركم باكو حران حتى وكل ما يكون دلها يا عرورية ورسية ضد بدن وحكا فكرة أولو تعلم ما غيري كما عبصده مركا ويكال الدوينه ويكال الدوينه سيدا درتين علماء سير والمغازي وحيدة هذه لم يكن في المنافقين الشاب منافقين أنصار كل حجرتي نحن يراكم مجرم محيا هاي تلب عرس هلس وي وهلس تام عنا ما إن تقيد ودر حلايو لكن حقيقة جرتم من كه الله يا ولقد هممت وحاند وأنا أمر إن أنفر فتيان لن يرضى إذا أن يستعدوا لي إن إيد ياريان نبغوا إيد يار جريان يقول ديار قروب أن يستعدوا لي إن أنا يقول ديار قروبان ويبنان كالسي استاقان بحزة من حقلو ومن حطة من قرية حابا ثم آمر رجلا أنفر يصلي بناس مدى إمام مسلم نقضى ثم تحرق لقبه بيوت قرية إبر لقدق على من فيها ذات كجر لقبه على من فيها أو قوليه صلاة كهري أي واجب وكو أيد أما فرض كفاية كو أيد وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم الحنذري عن وكيع عن جعفر بن برقان الكلابي عن يزيد بن الاسم البكائي يزيد بن الاسم وحبان كبود عن يزيد بن الاسم البكائي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من نحوه حديث كذا ثمرت من لمبدا حديث كذا معوها من طريق همام بن ربي عن ابي هريره مرك يزيد بن الاسم وحو متابعين اياه رجع كور يا همام همام وحسين متابعين يجي أبو صالح أبو صالحنا أعرج ساسة لسدة بتا كل قد مك أعرج متابعين رواية الحديث كان يزيد بن الأسلم معنا في عنبك ويمدو ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة رواية ذا سكويم حديث كيسة هذا يزيد بن الأسلم عند أهل السنن بركودي عند أحمد ثم آتي قوما يصلون في بيت الله في رسالة تقول يهان منافقين دوا منافقين في عمب ومنافقين قريها كنت كري كوة أنه هذا منافقين تين قريها كمتو كذا مثل كان مي ما أدان قريها كمتو كذا ومحاجرة مركو شركة إما دو كان بين قرين أيوه أما أوضادو كحشونا لتشوغان أما قبر ميل قبحنا يلا تشوغ أما ميل أروس اللي تشوغ محفل اللي تشوغ ويددك الصلاة وذا آذان ولدتك نية مركو لكن قولك زي تشوغ ماتتك نية منافقين تمركو وفعيهم ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة قريه ذي كتك النبي قريه ذي كتك ينبو بقوش يا قيبة كوانا وانا رنو منافقين وحوي ايه قريه نكو ماتتك نية قول ما يتوك ذا مركا إيشو قمنا يسوم ويكبق هايان صلاة دبلوماسية صلاة دبلوماسية وهي أمال غلية أبا إسلام كما عكار ربي سكاد حبود ولي من نبقوا حكام في أي علة وعدوا رداروا صلاة وقد تقان جماعة ذا ما يجرتوا رواية كروا حديث كأبي رؤوليه من طريق عجلان مولى المشمعل مشمعل عفوا مولى المشمعل وحاكوي ميت عجلان مولى المشمعل وحاكوي من عن ابي هريره لينتهين الرجال حول المسجد رجال حول المسجد لا يشهدون العشاء الاخره او لو حرقن حول بيوتهم بحزم الحطب الحطب عفوا احمد بن بزار بلفظ قوريه من حديث
عجلان مولى مشمعل قولي درس لا مسجدك اون صلاه عشدنا ايمانين صلاه اي كتغيان بيدين يا مغريان كغبيا مغريان كغبيا. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس التميمي حدثنا زهير بن حرب بن معاويه زهير هذا دودع بن حرب بن معاويه زهير بن حرب هو شيخ مسلم اما شيخ زهير بن معاويه بن حديج ابو هي ابو خيثمه الجعفي الكوفي وشيخ شيخ مسلم وانا كان ادعينه. حدثنا ابو اسحاق السبيعي عم عبد الله عن ابي الاحوص ابي الاحوص هل كان طول عنا دوانينكي اوضيقه هاي تابعك عسلا عوف ابن مالك ابن نضره الجشمي. طيب سمعه سمع ابو اسحاق بام مقلي سمع فاعل كذا وابو اسحاق ضمير كان مفعول كان والعلم ليس ابو الاحوص. طيب عفوا حديثك وي حديثك سمع اسحاق بام مقلي هو حديثك منه من ابي الاحوص بكم مقلي هو ضميرك حديثك وعلم ليس مفعولك. عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الهي قال لقوم قل وحكيري يتخلفون كد مريع عن الجمعة وران جماعة زهيني جمعة دي بيوصل دكتين با لقد هممت وحان هميي أن آمر رجلا إن أنفر يصلي بالناس دتك تجيء إمام مسلم نقول ثم أنت كد وحرق على رجال قل يا أن كجو بقريه ذا وحرق على رجال بيوتهم ساسس كوي حرنته رجينا أن كجو بقريه ذا دش وضيع وكجر أن كدل جبه رجاسوا يتخلفون عن الجمعة كد مريع جمعة دي كهرة هي. إذن وحكو جرى حديث كان أولود لشدي صلاة جماعة إن أيتهاي فرض عين أيتهاي صلاة جماعة إن الصلاة شنطة جماعة كنت كتهداد أو علاد أي عذر دار كود دؤوسا جرى إن واجب فرض عين أكو كنت طيب أولود لشدي وجه الاستدلال كنا وحاوي وعيد علوس ولبا ان ضد لقبو وهنت لقبو وركضب لقبت سيو نبغو هميي وحا نبغو وبنانين ما هميو ومعصوم عليه الصلاه والسلام هذا هو وعيد كي انت ليك وحل وكرر شيء وحاوي كتقدي سوا كبيره من الكبائر لإماشيه سنه وواجب فرض عينه اوه صلاه ان جماعه اللي قلت كذا الكوذا دا كل نفطي أوزاعي كمدي هاي جماعة من التابعين أعطى كمدي هاي أحمد إسحاق أبو ثور جماعة من كبار الشافعي ابن خزيمة ابن منذر أي كمدي هي الكاس اللي قلت به قل له وحده ما هي وفرض كفاية ويا جماعة أم حليذن حديث كان قل لي الدرس لا مسادك أم وحده دار الله هين حقنا منافقين أي نبي أفق فوق قين أي وحاوي ويش قورع ويدبي وحقوقوس قاتي مسلمين تكالي عرض الله قبا يحاس يا بي الله تنتما وي مسلمين تخلص كأهل خير كصادقين تا ينبي وكبق يعني كأفوبان رقم حمد المنافقين مركز اسكي إلى لي وي نبان كاين قبابا كوسك تي إذنكم مسلمين سادين إلى الشدة ورقم يا هذا كاتيغن إن كنت كتان عيور دار الآن قريها إذن كون مسجد كآدي كرا نمنا القاسي لما رين جمهورها العلمي وحلقة سوقرين قبان جماعة فرض عين ما فرض كفاية ما وسنة مؤكدة على رأي ابن عبد البر يا جماعة سوقرين يودا دفر بدون عركوا مركز لكن في رسو رقم كسلف كي تابعين يا كبار التابعين واتباعهم يا أحاديثه رأي قد حارون فرض عين اللي إذا ذن حقوق حكجرة كبطبطين باكجرة على كل فرد إن سنة مؤكدة اللي إذا حقوق بهدل باكجرة صلاة جماعة ضوضة فرض كفاية فرض كفاية صادرت يا مسلمين تقاركوا مدينة شو أيوة النبي أنت يسولوا ويان جماعة مساجد إيمان كرا يا كنت كنجرين مساجد دوذي موضوعية دوذي قايمنا قريه كنت كنجر المنافقين هاي حديث كان قصه بلو نباب كان تصحى ان صلاه الفذ اي
أي تكلون كفض بدن تبابك وباب الأفضلية معها كبيرة معها وشو وعيد ينكار النار قال ماشي ما تعلو من باب الفاضل والمفضول من باب الأفضل والفضيل هلا قدو ننا هلا قاسي لمرين المهم وعيد كذا ركتين عروس آدي آد الله اسكا إلالي صلاة ها شنطة انت جماعة كنت كن كرتو كنت كفضك أبدا وحدير إلهي باكو إلالي أبدا الدنيا أو الدنيا نقال باكو تشيرة عافمات باكو تشيرة دين إلالين باكو تشيرة ووحي رأينا قصوها للدين تيني وحي كروا نبا هلفها الله قاضي مرك انت اللي قد ذلك هذا اللي قد ذلك صلاة الجماعة يان لفضي سنة وحكوا اللود اللي شد حديث كان ليري وقال لها كده وضعي جماعة وجوب كده كده وحيليين هدي النبي جماعة واجب تاعي وحيدين ما بدأ ينبع نبي قوان هم يبوليه هاوش انتو كل قاقو يا منافقون لم نبي قوب لها لكن هو هم يما الصمينين مرهدو كتاقي وحاو يهوش واجب معها القاسي لما رين لكن سببكو النبي قوان كتاقي سنة كأنه قصوا من رأي حديثك حديث رواية كمد أبو داود وهذا من فيليا لكن لفظ أحمد باج يعني حسوسته لولا ما في البيوت من النساء والذرية ينبي كل عليه وحأودي إذا إنه جب معها إن صلاة جماعة ليس واجبة هاي معها إن ليس نمان كان إلا جب أيس مذنن وحوقت تجي وحكبق النبي قاد وطبق بس يقول له وجر منافق بس كوج جبن مهيه يكي صلاة الجماعة كتجيها وينكي عرض محسن وكوك جمانيس لولا ما في البيوت من النساء والذرية وكوك بالهاب عليه الصلاة والسلام مركب ما نعاس أجر على كلام في صحة هذا الحديث فحكوا اللود للشدا وحبنا أن التعزير بالعقوبة المالية التعزير بالعقوبة المالية مركب الأمير تام ما ملتهي إن لوجنا حدتك خلط كالسمية أم إذا بدرت السمية أم الدروب تكون دعه أما حدود كسر إلو جناح مال يهنتي رمي قوي قانون ويا كيان نينك خلط ثمين يا كسر متقنر نين با خلط ثمين يا أن لود القدان كانوا رير كدمنا يو طول كخطر كوا أصل كذا كما الله يدب درده يو كذا قدان لكن خلط ما كين كوا أركان قراعي ما هيام قراعي يقل وحرة ووادم بي هل هذا قيم بدون تعيش هاي يهنتي لا سوقبته بلقى جورعي كسر لعوني بناء آدم حوله وحول بكج عليا نفتيزا وقدم يا سو هشيس الدفاع يا ها مركا امرتي قاعد كغورتي اظن شيء اجعش مونت كل ما لقى غورعه ري قلبيتك حديد كان يهوني سي فاهمين وارقتين تاكسي بعد مر لا دغي اخلدان تيجت با لغو جرهايا حوار دير بد كسخون تيجت با لغو غوين هيا meelan laga jiray masaxal dooga tigid kamera ku soo tigid ba lagu goynaya dhaqaalaha way ka sameeyeen naftooda way ku ilaashadeen edeb baad yeelan leysa hadda isteedkan dhulkiisa banaan ee aad ka dhigteen baakin isli oo dhanba ka dhaxeeya hadaan tigid ugu soo rogno aad kala carreysan inta timaadan edeb ba yeelan haya bin aadam in la ganaaxo xoolo laga qaado aad bay u naxbiyo مرك التعزير بالعقوبة المالية ومسألة خلافية لسكو خلاف النب من منسوخ بامسه ومحكم الصواب إنه محكم طاي سلف كنا كنا مجرين سيدنا عمر نسمين جري مرك نسخ متشرو نسخ متشرو أنا قال لك إن شابعوا سكو دبنا مؤقلين علينا واشي منسوخ إسكيل علي وحكوا له كتشرة شيء فضيق بطنا يا جماعة إلا تكذاءها مرك قاركود دن قودو كم مهم سين لو قد تكرو حق الله قاطي نبي محمد محان همي إن صلاة الله أقيمة أن أسكوها بأنه من أن سوقبته هول دولة ديت ومضى ضنوة أني لن يرد أنك حيست إذن مركة قاركو الجماعة دي إنا ضنت جماعة حتى أغهر كرته كبهدد إلى اللي سمت لن أما مسايد كود هبايين يسو فضلك يأجر كنا والله ده لو حتكون مقانتهاي مصلحة دي بتكون مقانتهاي ciidan ku duuninka biha loo diro ama ilaalada loo diro ama hawl kale amirku u diro nabigu muxuu sameen jiray ciidankii qaniimadu helay buu wax ka siin jiray nin dagaalamay oo safka ku jiray ahaan buu ka soo qaadi jiray
مرك أجرك وأنا لقيب سنة إسا أجرك وأنا لقيب سنة. إذن وباب الموازنة بين المصالح والمفاسد معاني ده صحيح ككجرة يين بدنو إمامك شيخ يدين كتب كفيري إن شاء الله تعالى. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. أنت حديث كان يركع عن قدر سوق ما درى هذه وحب باب يلو إسلينا إسراعنا. يجب إتيان المسجد مسجد إنه تقع واجب على من سمع النداء أذانك الروح مقلة وإنه مسجد تقع كنت كذا واجب كان أمرك كيهر قدرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم الحنذلي حديثكم مسجد كيسو كجرة مستند يكجرا صدح بقول ثمانية صدح بقى آخرية كرتا. وسويد بن سعيد الحدثاني من كيوين بدنا كورين جرا مسلم خاصة في المتابعات وكور لكن أحاديثه حفظية أيو أنت بدنا كوري هذا نضوا مقارن. طيب حدثان كوا نسبة إلى حديثا ما قالنا حديث لا عراقته الله صمت قانا الله قد قال لم الجري القاس كسوتشي. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم وذاتها أفرت قتيبة إسحاق سويد يعقوب عن مروان بن معاوية الفزاري قال قتيبة وحور حدثنا الفزاري انت كان له حديث عن الفزاري بيد هذه عن مروان الفزاري عن عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم العامري قال وحور حدثنا يزيد بن الأصم وأذيركي يزيد بوذات كهوري عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم أذيروه يزيد يحاوض هذا الشيء عبد الله بن الأسم عبيد الله مركا دير بالوية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال أتى النبي وحاول عليه الصلاة والسلام رجل أعمى دولاء يعني ندق بين بان نبي ويمد إنه عبد الله بن مكتوم يهي بان الله بذن يهي وذا دهر النواب مريم با فقال وحول عبد الله بن مكتوم يا رسول الله رسولك إله يوم إنه ليس لي قائد هجمله إنه ليس لي إماء قائد هجاس يقودني إيه قامي إيه إلى المسجد مسجدك فسأل رسول الله رسول كلاي بحوه يدي استمركوا علدي سيشاقي إن الآن قدر هجا الآن لا بعلد بشكت كهورت الدنبان وحاو مارك النبي الله رواية واحد كولي هاي مدينة ويجيذا بغانت هاي إن بيني وبين المسجد أودية وأشجارة أني مسجد النبي الله وحنود حي تقب إيو جيدا نود حيا وأنا يندلع هاي صدح لبع لذوق نيني هجنا ما هيستو صدح ومش أو لردار كوي ما تقرن إنسان. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حويد أن يرخص له إنه أرخص يوفسحه أو فيصلي في بيتي قريش وسكت كذا إن أرخصينا يا في ترك في عدم حضور المسجد. طيب فرخص النبي الرخصين مركو أركها دوان دلا هاي نيني هكنا ما هيستو بدينا وجد بدن تو بدن تاي بل وي حلق بدن تاي نو كتر الرواية كله نبي وحول رواية هاي قول هذا سكتكو. فلما ولى مركو اسمه شير سحابي إن دولها دعاه النبي قويري فقال وحول هل تسمع النداء آذانك مسجد كما مقشا هل تسمع عمر مقشا النداء يريده بالصلاة الإسكوية لي. فقال السحاب حول نعم نبي الله وان مقلا قال حول فأجيب سوء أجيب وإمو هالطبع حي على الصلاة اللي قيله ورسالة وكالا ياي واترى وائك وين اتراض حاضر وين اتراض وائك ومسالك اتماد. رواية عند أحمد وابن خزيمة من حديث عبد الله بن الشداد عن ابن مكتوم أي كويمد معنا مهم جدا أتسمع النداء ماشي لو حكويمد أتسمع الإقامة معناها سنة كقوق بدن معناها كلي أتسمع الإقامة أقيمد من مقشا أقيمد من مسجد كادان ميكروفون لقو أقيم إنه حام مقلة من مسجد كاد أوغدو من مسجد كاد أوغدو تسمع الإقامة. حديث كان مركا إنه يهي السحابة المكتوم باللو بدن يهي حديث كلو حن قارد إمان دونا حلا عن ديرين إن شاء الله تعالى سحابة كلو أصنا إن ده كشيكت الله فالصحي إنه جمع هذا كهارو عبد الله المكتوم نوى لقاءت كيهي
ninkana waa loo fasaxay. إذن لبدا أحد الجمعين توضا مرن بدن باكيمت سيد الله جمعين لها. ابن أبي شوية بزار وحوري من طريق أبي الرزين عن أبي هريرة قال جاء ابن مكتوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان قالوا الشيخي أبو داود بأسنا وكم مرة من طريق أبي الرزين عن ابن أم مكتوم بأسنا وكم مرة شاهد لبعضه إنه صاحب القصة أوهي إن مكتوم من حديث جابر باكوي من عند أحمد وابن حبان أبي داود وحنكم مرة من حديث عبد الرحمن أبي الليلة الأنصاري عن مكتوم نفس القصة ورنية مركع مكلا صور السحابي قال النبي وهذا الله الله وإنه هرودي دي إن دولها أواه عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. حديث كان أبو إسحاق الجزجاني وحوت المام إنه يهي متروك العمل لم يقل به أحد من الفقهاء يقول يؤتي المام معنا أؤتي المامي محي إلي إن لا أنت يهجا لا أنت إن الجماعة وجوب كده وكل عهايو ومسألة إجماع مسألة إجماع وهي طائفة من الحرابلة ومتأخرين خلاف لقصة قرشا لكن عدر دار هذا كون مياجرة وحال اسكو اجماعي جماعة وجوب كيدي انو قرد عدر دار رو عدر دار كو اقوينا وين دل انت هدي ان دولة ان هقا هيس اللو عدر دار واي يا لو عدر دار يا وماشو كقاتو ابن حزم يداهر ايد هيد الجماعة وشرط لصحة الصلاة نينك عدر دار لابا موية نينك كلا صلاة بكا أصيح ما يزيني من ذايريا كل فتن أيوة وأوش هذا واحد قد بقى كتيرة وأوش واحد قد بقى كتيرة حديث كاتم مرك إنه أنه قبل قبل ما حد كفى أنت واحد كفى أنت صلاة إن جماعة اللي قلت كذا لو كلك عوا هل قد ذاله وقتها اللي قب حيو عدر دار بيناتنا يعني لقو خلد من والله سبحانه وتعالى أعلم.